بحضور رئيس الوزراء والنواب ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد، افتتح اليوم بقصر الديمقراطية رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبادي أعمال الدولة العادية الأولى لعام 2017. تقرير محمود حسن سمبو. حفل افتتاح الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية الذي جرى بحضور رئيس الحكومة باهيمي باداجي البير وأعضاء حكومته ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، بالإضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، تميز بخطاب طويل للرئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي، حيث تطرق فيه إلى العديد من المواضيع التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، سيما الأزمة الاقتصادية والمالية وما نتج عنها من اتخاذ قرارات حكومية تمثلت في القرارات 16 بهدف مواجهة هذه الأزمة. لذلك فقد أشار رئيس الجمعية الوطنية أن هذه الدورة العادية الأولى لعام 2017 تفتتح في سياق اتسم بأكبر أزمة اقتصادية ومالية في بلدنا في زمن السلم، وعليه فقد أشاد بالحوار الذي جرى بين الحكومة ومختلف شركائها الاجتماعيين، كما دعاهم إلى مواصلة الحوار من أجل إدارة جيدة لمستقبل بلادنا. وفي سياق متصل قال رئيس الجمعية الوطنية إن البرلمان وبحسب مهامه المتعلقة بمراقبة عمل الحكومة سيقوم بطرح أسئلة شفهية لأعضاء الحكومة خلال هذه الدورة العادية الأولى بغية توضيح الأمور لها أولا ومن ثم للرأي الوطني، ذلك فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية التي تم إنجازها بفضلها القرارات التقشفية 16. ومن جانب آخر وفيما يتعلق ببرامج هذه الدورة، فقد أكده بأن الجمعية ستناقش 8 مشاريع قوانين جديدة و3 مشاريع قوانين كانت مؤجلة، بالإضافة إلى 20 سؤالا شفهيا موجهة لأعضاء الحكومة، وتنظيم 6 ورش وأيام إخبارية وتوعوية لصالح البرلمانيين. يشار إلى أن الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية وطبقا للمادة 118 من الدستور والمادة 4 من لائحتها الداخلية تبدأ في 5 من شهر أبريل